هذا ما حدث للمتظاهرين السلميين في محافظة كربلاء. رصاص قوات سوات والميليشيات يلاحق المعتصمين في ساحة التربية في كربلاء قبل وقوع المجزرة التي خلفت عشرات الشهداء ومئات الجرحى. فجر يوم 29 تشرين الأول كان داميا بمعنى الكلمة، حيث تلقى المعتصمون الرصاص الحي من عناصر ميليشياوية مرت من جانب المعتصمين في ساحة التربية بحسب متظاهرين ناجين من هذه المجزرة. بعد ذلك المشهد اقتحمت قوات سوات ساحة الاعتصام وأعدمت ميدانيا عشرات المتظاهرين ودهست الآخرين بعجلاتها العسكرية. هنا يبدو المشهد أكثر دموية. هكذا تعاملت الميليشيات مع المنتفضين في كربلاء، ولعل الصورة أبلغ من أي كلمة. ناشط آخر من كربلاء يؤكد أن قوات سوات داهمت المتظاهرين وفرقتهم بالرصاص الحي ولاحقتهم في الشوارع والأزقة. هذا الرصاص الحي يشوفون وأعمال شغب في كربلاء، هذا شارع التربية أو شارع المؤدي لمجلس محافظة كربلاء. وهذا متظاهر آخر وثق بنفسه لحظة سقوطه بقنبلة غازية. في الجهة المقابلة نفى كل من محافظ كربلاء وقائد عمليات الفرات الأوسط وقائد شرطة كربلاء سقوط أي شهيد في التظاهرات، وقال هؤلاء المسؤولون إن الضحايا هم من القوات الأمنية فقط. وردت أخبار غير دقيقة ومن مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون مدفوعة الثمن وغير دقيقة عن أحداث وعن ضحايا لا يوجد لها أي أساس من الصحة. مجزرة فضل الاعتصام السلمي في كربلاء جاءت بعد نحو يومين من اعتلاء المتظاهرين الغاضبين مبنى القنصلية الإيرانية في المدينة ورفعهم العلم العراقي فوق مبنى القنصلية في مشهد مكرر لما حدث في البصرة العام الماضي، مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي من هيمنة إيران وميليشياتها على العراق.